هنا مخصصة للقعدانة محليات، هنا أعزائي المشاهدين مع الزمولة وسن الكبار والستة كيلومترات، هناك ننطلق مع هذه الشعارات المميزة دائما بهذه الأسامي الرنانة هنا من عاصمة ميادين دولة الإمارات العربية المتحدة. هناك نتقدم دائما مع الصدارة والمقدمة والمركز الأول، هناك هملول على الصدارة والانتقال الجميل لسمو الشيخ زايد بن حمدان، بينما هناك التحدي أيضا هناك على الصدارة، هناك هجن الرئاسة الشعار الأحمر من يتقدم مع سمهوية هجن الرئاسة، عملية تضمير والتدريب مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي ثاني المراكز من يتواجد، هناك هملول سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد جمعة بن عتيج الرميذي، هناك عملية تضمير وتدريب المركز الثالث والدخول من ثالث المراكز، هناك الساعي وسع الساعي على ثالث المراكز سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف، هناك الصادق فضل الأمين من يتواجد هناك على ثالث المراكز بهذه اللحظات، المركز الرابع هناك من يتواجد أيضا هياض، وصل هياض، هياض في هذه اللحظات سمو الشيخ زايد بن هزاعة بن زايد، ناجم بن علي الغيلاني أيضا من يتواجد هناك مع عملية تضمير والتدريب، المركز الخامس خامس المراكز سراب، هناك هجن الرئاسة الشعار الأحمر، هناك أيضا ظافر المضمرين علي بن يميل الوهيبي، بينما التحدي هناك من صياد أيضا، هناك أعزائي المشاهدين صياد هناك الغادم في هذه اللحظات سمو الشيخ زايد بن محمد بن بطيال حامد عبيد بن مبارك، هناك من يتواجد أيضا خلف هذا الشعار، هكذا النداء للمراكز الخمسة والستة المراكز الأولى، نعود مع الصدارة، نعود مع المقدمة، نعود مع المركز الأول، الله الله، هناك هجن الرئاسة سمهوي من يتواجد مع هجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، يتواجد دائما مع الصدارة مع المقدمة والمركز الأول، المركز الثاني هملول، هملول يا هملول من يتواجد على ثاني المراكز سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل هيان جمعة بن عتيج الرميثي، هناك من يتواجد أيضا على ثاني المراكز، المركز الثالث ثالث المراكز، وصل الساعي، وصل الساعي على ثالث المراكز سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل هيان، هناك الصادق فضل الأمين من يتواجد على ثالث المراكز، الله الله، خلاص تواصلوا الكبار، تواصلوا الشعارات في هذه اللحظات، أيضا هياض، هياض من يتواجد على رابع المراكز سمو الشيخ زايد بن هزاعة بن زايدان هيان، ناجم بن علي الغيلاني من يتواجد أيضا في هذه اللحظات على رابع المراكز، ولكن وصل شعار هجن الرئاسة، وصل شعار هجن الرئاسة مع سراب، الله 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 الله، تبارك الله ما شاء الله، هناك علي بن يميل الوهيبي من يتواجد هناك على خامس المراكز، بينما شعار آخر الصياد وصل هناك الشيخ زايد بن محمد بن بطيال حامد عبيد بن مبارك، عملية تضمير والتدريب لهذا الشعار، هكذا النداء للمرة الثانية على التوالي هنا أعزائي المشاهدين، بينما الدخول أيضا هناك، هناك الرسمي سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد جمعة بن عتيق الرميثي، هناك من يتواجد هنا أعزائي المشاهدين، والتسلل المميز هناك، ولكن شوفوا من الغادم، شوفوا الشعارات هناك أعزائي المشاهدين، ترقبوا لها مع الكيلومتين، الله الله الله، نعود هناك مع الصدارة، نعود مع المقدمة، نعود مع العرض الجميل، العرض المميز هناك مع المقدمة هذا الشوط، الله تبارك الله ما شاء الله، ما شاء الله على هذا العرض الجمال والعرض المميز، هناك سمهوي، سمهوي منذ البداية وهو هو منطلق على الصدارة ومع المقدمة مع المركز الأول، هجن الرئاسة هكذا هذا الشعار، معودنا دائما على المقدمة والمراكز الأولى، ودائما أيضا معودنا على العروضات الجميلة والمميزة هنا من هذا الشعار، شعار هجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد آل خيالي، هناك من يتواجد، من يتواجد مع الصدارة مع المقدمة، ولكن وصلوا
وصلوا هنا اعزائي المشاهدين، تبارك الله ما شاء الله، هملول هملول، هناك من يتواجد، من يتواجد على هاني المراكز سمو الشيخ زايد، زايد بن حمدان بن زايد، هناك جمعه بن عتيق الرميثي، من يتواجد على ثاني المراكز، المركز الثالث هياض، هياض يا هياض، وصل هياض هناك اعزائي المشاهدين، سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد ال نهيان ناجم الغيلاني، من يتواجد ايضا على ثالث المراكز، ولكن هناك الساعي، وصل الساعي، ساعة الساعي في هذه اللحظات، تبارك الله ما شاء الله، لسمو الشيخ هناك اعزائي المشاهدين محمد بن ذياب بن سيف ال نهيان الصادق فضل الامين، من يتواجد خلف هذا الشعار، ولكن سراب هجن الرياسه ظافر المضمرين ايضا هناك قادم، وهناك هملول لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد جمعه بن عتيق الرميثي، نعود مع البداية مع المقدمة مع المركز الأول، الله الله يا تحديات الكبار، تحديات الكبار هنا أعزائي المشاهدين، 1200 متر سمهوي هناك على الصدارة، ما زال سمهوي يقدم هذا العرض الجميل، سمهوي هناك على الصدارة والمركز الأول، هجن الرياسة، هجن الرياسة هنا أعزائي المشاهدين لهذا الشعار المميز، مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي من يقدم هنا سمهوي في هذه الانطلاقة لكي يحقق الناموس والمركز الأول، الله 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 الله، تبارك الله ما شاء الله، ولكن شوفوا من القادم، شوفوا من القادم، هياض قادم، هياض قادم في هذه اللحظات، تبارك الله، لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل هيان ناجم بن علي الغيلاني، هناك من يتابع هذا الشعار تبارك الله، وهناك أيضا هناك سراب هجن الرياسة، عملية التضمير والتدريب مع علي بن ميل الوهيبي على ثالث المراكز، على ما أظن الأمور في خطر، التهاني وين؟ الناموس وين لهذا الشوط؟ الله الله، سمهوي هناك على الصدارة، هياض قادم، هياض قادم بكل قوة، وانطلاق مميز هنا سلام، يا سلام يا سلام يا سلام، تبارك الله ما شاء الله، الخمسمية متر الأخيرة الذي تفصلنا عن العبور والوصول لخط النهاية تبارك الله، ما شاء الله هجن الرياسة، هجن الرياسة تقدم هذه النوعية المميزة هنا لسن الصغار وسن الكبار، تبارك الله ما شاء الله، سمهوي هناك على الصدار، سلام لهجن الرياسة، سلام سلام لهذا الشعار المميز والجميل الذي دائما يقدم الناموس والعروضات الجميلة، أيضا تهانينا والناموس السيد مبارك بن أحمد المايد الخيلي هنا المتابع المضمر هنا لخلف هذا الشعار، سمهوي هناك على الصدار لهجن الرياسة، هكذا هجن الرياسة، وهكذا هذا الشعار المميز خط النهاية، دائما يرحب بهذا العرض الجميل ويرحب أيضا بهذا الشعار المميز، لحظات وصوله وعبوره الى خط النهايه ثاني المراكز كان من نصيب هياض لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان ناجم بن علي الغيلاني، المركز الثالث كان من نصيب ايضا سراب هجن الرياسه العمليه التضمير علي بن ميل الوهيبي، المركز الرابع كان من نصيب هملول للشيخ زايد بن حمدان بن زايد جمعه بن عتيق الرميثي، وايضا حاد قلبا وقالبا على خامس المراكز كان من نصيب الساعي لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيف ال نهيان الصادق فضل امين، من يتواجد ايضا على خامس المراكز، تهانينا والناموس لهجن الرياسة هنا اعزائي المشاهدين على فوز سمهوي، وايضا تهانينا والناموس للسيد ايضا مبارك بن احمد بن مايد الخيلي، لحظات وصوله وعبوره الى خط النهاية 10 دقائق 4 ثواني 3 أجزاء من الثانية، توقيت سمهوي لهجن الرياسة، المركز الثاني لحظات وصوله وعبوره ثاني المراكز كان من نصيب هياض لسمو الشيخ زايد بن هزاع زايد ناجم بن علي الغيلاني 10.6 ثواني 4 أجزاء من الثانية توقيت المركز الثاني، بينما لحظات وصول المركز الثالث هناك أعزائي المشاهدين من ثالث المركز سراب هجن الرياسة ظافر المضمرين، من قادم مع سراب على ثالث المراكز قاطع المسافة في زمن وقدره 10 دقائق 11 ثانية وفاءً وتماما، تهانينا والناموس للجميع.